طبعا ألف ألف مبروك لنادي الاتحاد، وكان فوز فعلا الاتحاد محتاجه على أساس يكسر الفارق ويبعد بعيد، حتى لو رجع نادي الهلال من البطولة اللي شارك فيها فيكون صعب عليه اللحاق فيه، ويكون الهلال هو تحت الضغط بالتأكيد المتصدر. لما يفوز ورا فوز ويتعود الفريق على الفوز يكون أسهل له في المباريات القادمة. الكل كان يتوقع أن الاتحاد ممكن يسقط بعد الظروف اللي حصلت له، لما تتكلم على محاور عنده اثنين راحوا من عنده، لما تتكلم على ظهير يمين، لما تتكلم على حجازي اللي كان له قائد فني داخل الملعب، لما تتكلم برضو عن كورنادو. اللي قاعد يقوله هو صحيح، ولكن المصطلحات هذه أبو علي مصطلحات أنا أعتبرها في الغالب دائما ممكن نستخدمها إعلاميا، قوالب جاهزة. أنا استطعت إبعاد فريقي، طب تخيل لو أنه خسر الفريق. هي قضية ذهنية لاعب، أنا في الفترة الحالية إحنا نتكلم عليها ذهنية لاعب. يعني ما فيك أنت تقول والله أنا سيطرت على لاعبيني، ولكن اللاعبين هم اللي هل هم استشعروا في المباراة أو لا؟ وش اللي داخل فيهم؟ وش اللي كان في غرفة الملابس؟ كيف هم متعاطين مع المباراة؟ كيف وضعهم مع المباراة؟ هل النقص اللي عندهم هذا خلاهم أكثر حرص داخل الملعب أو لا؟ في المقابل لما تتكلم على نادي النصر تقول له هل نادي النصر فعلا كان قبل المباراة على الورق ممكن هو المتفوق فيها بالنجوم اللي عنده بالمستويات اللي يقدمها، ولكن لما تدخل في وسط المباراة تقول هل لاعبي نادي النصر كانت ردة فعلهم فعلا تواكب اللي قاعد يحصل في وسط المباراة؟ لا أبدا. لما تشوف حتى فنيا الآن وتشوف التسديدات وتشوف الفرص الخطرة تقول لا معليش فنيا تراكم ستوب نادي النصر، ولكن في مقابل ذلك أنت ما فيك تتكلم ولا يدخل التحكيم. يعني هذه من الأشياء اللي تفسد. أنا بالنسبة لي لما أجي بتكلم على أي مباراة فنية ما أقدر أكمل إلا لما يجي واحد يقول يناقشني يقول طيب الحكم أثر في قرار مؤثر أول خمس دقائق بلنتي مو بلنتي، بعده فعلا أفكار مدرب نادي الاتحاد زي ما قلت تساوت له مدرب نادي الاتحاد. نادي الاتحاد يبغى فريق يبدأ يهاجمه عشان تصير عنده مساحات وتحقق له، عاد هو طبعا مو ذنبه، هو تحقق له بطريقه، تحقق له بطريقه حكم، ولكن لما تحقق له الشيء هذا استغله احسن استغلال، بدا يلعب باقصر خلينا نقول باقل تمريرات حتى يوصل للمرمى خلف المساحات، بيلاقي فريق مندفع امامه، ولكن الفريق المندفع هذا هل فعلا رده الفعل هذه سببت خطوره؟ لا. يقول نادي الاتحاد فعلا تعامل، درس نادي النصر المحاور اللي في السابق كنت اشوف هنري كمدال رقم 8 ويتقدم كثير يضغط على الهجمه ما كنت اشوفه كثير في المباراه هذه، شفت منطقه الوسط اللي يرجع لها تاليسكا ويحاول يشتغل فيها فعلا فيها كثافه من استيقان جوا داخل المنطقه هذه، تشوف حتى بيتي ما يقدر الا انه يرسل الكرات طوليه، تشوف الاظهره تبع الاتحاد فعلا ما يتقدمون كثير. بعد ذلك حتى توقيت الهدف، يعني لما نتكلم عن المساحات نشوف هذا دقيقة 31 كيف عبد العزيز البيشي يستلم الكرة، ترى استلمها مرتاح. ذلك المساحات الموجودة عنده استلمها مرتاح وحطها من أفضل الأهداف. تجي في الشوط الثاني كرت أحمر، برضه النقاد الفنيين أو الحكام يقولون لا يستحق وأنا متفق معهم، بعدين يجي توقيت هدف للاعب عبد الرزاق حمد الله. لذلك لما تتكلم عن نادي الاتحاد فنيا فعلا المدرب طبق افكاره، لاعبين منضبطين تكتيكيا، منضبطين فنيا، طبقوا اللي موجود اللي يقال لهم. تشوف حتى اللاعبين اذا استلمها لاعبين نادي النصر جميع لاعبين نادي الاتحاد يجون خلف خط الكره، يعني خط الكره قدامهم جميع اللاعبين ال 11 لاعب موجودين. لما تنقطع الكره في نص الملعب تلاقي واحده ثنتين واصله خلف المساحه، تجي اللاعبين النصر افترض انهم برضه يتكلمون مع انفسهم، انا متاكد ان المدرب بيتكلم معاهم بيقول ردة الفعل كانت بطيئة جدا، التحضير كان بطيء جدا، ما في عندكم حلول في المباراة هذه، ولكن زي ما قلت لك انا يجي لما احد من هنا يقول طيب البلنتي هو السبب في الشيء، بقول صحيح، ولكن هذا لا يعني زي ما يقولون مو ما يقلل من فوز نادي الاتحاد. الاتحاد حقق المباراة هذه، حقق الثلاث نقاط هذه وهذا المهم عنده وحقق ست نقاط، ولكن نادي النصر برضه داخل معسكر نادي النصر يتأكدون ان هذا الدوري دوري
هي بالقضية قضية مباراة واحدة أنت نهيتها، متأكد أن ردود الأفعال بتصير أنواع زي ما تكرر مع نادي الهلال. في نوع بيتجه في نوع بيتجه لمسلي لأنه بيتكلم على مسلي أيام مانو منيز بيطلع اللحظة هذه، وفي نوعية عندها مشكلة خاصة، معركة خاصة خلنا نقول مع إدارة أو زي كذا، وفي نوعية عندها مشكلة مع حارس مورينيو مع ظهير وزي كذا. ولكن زي ما قلت لك أنا شفت ردود الأفعال في الغالب أغلبهم موعزينها للتحكيم، ولكن الفرق الكبيرة تفهم أو تعي جماهيرها أنها يجب أن تكون أكثر داعمة لفريقها خصوصا في الظروف هذه. وأيضا نادي الاتحاد بجماهيره يعرف أنه لازم يدعم فريقه بالتقدم هذا، لأنه باقي على الدوري كثير، هي قضية نتائجية واستمرار في الفوز. ألف مبروك لنادي الاتحاد، هارد لك لنادي النصر.